للنجاح اليوم نعلي ألف راية، حيث بالعلم بلغنا خير غاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلابنا في كل مكان، أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير دايما يا دكاترة في أحسن حال. طب يا دكتور، بفضل الله جه وقت التكريم بتاع حضرتك، ودي أقل حاجة فعلا أعملها لك على المجهود اللي اتبذل الترم الأول. بنشكر طبعا كل الطلبة اللي التزمت بالتعليمات اللي قلناها في الأول يا أولاد، وبفضل الله ربنا وفقهم وحصلوا على الدرجات النهائية. والأمس قد نلت مناك وبالعلم الفتى طال السماك، تخرجت فزدت اليوم قدرا وشابت الكواكب في بهاك. وخير العلم بعد الدين طب، ومن كلتيهما نالت يداك، وأنت تصير في الدنيا طبيبا يصف الكل كي يحظى دواك. اللهم لك الحمد، معنا طلبة مؤثلين في جميع المراحل بفضل الله، معنا في ثالثة اعداد اللهم بارك طلبة ما شاء الله مؤثلين، معنا في أولى ثانوي بفضل الله ما شاء الله طلبة برضو مؤثلين، اللهم بارك كمان طلبة في ثانية ثانوي. نجحت الآن يا أمي فقولي لنا البشرى فلم يخب رجاك، غدا سأراك في وطني عزيزا تعمر أرضنا الكبرى يداك. معادلة النجاح والله سهلة جدا، حضرتك بتحضر الشرح تركز فيه، بتخلص تحل اللي مطلوب منك، تيجي قبل كل سيشن تحل الكويز اللي بينزل لك، نبتدي بقى نعلم معاك بالأفكار اللي هي الحاجات اللي فيها شغل، نبتدي نظبطها معاك، ففضل الله مستواك بيعلى ومستواك بيزيد، وبفضل الله بتدخل بيكون المستوى العلمي بتاعك اعلى من الامتحان اللي نزل. بنشكر كل الطلبه اللي التزموا واجتهدوا وربنا وفقهم بفضل الله وقفلوا، ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم يا دكاتره، وكل واحد فيكم ربنا يكرمه ويحقق حلمه اللي نفسه يوصل. السلام عليكم.